طويضا لمبارحة، في اليوم عندنا مقطعين اخبار ورا بعض، فيلا نبدي. الخبر الاول اللي عدنا عن سعودي روبورترز واغنيتهم الجديدة. طبعا الكل مستغرب، ليش مستغربين؟ لان الاغنية انحذفت. طبعا ممكن الاغنية حاليا ترجع، لانه عبد العزيز نزل بحسابه بالانستغرام ستوريات يتكلم بيها، فراح اطلكم يا عم تفتهمون. لكل الريبوست اللي بيقولوا عبد الله عبد العزيز في الميوزك فيديو بين الاغنية، انا مصدوم زيكم. انا يعني شوفوا نفس الواحد لازم ياخذ الامور ببساطه، والواحد لازم ياخذها بتفاؤل. بس اسمعوا مني انا كعبد العزيز، صدقوني الاغنيه نفسها ريبورت تعلمت في هذه الحياه، خاصه في هذا المجال، اكيد ما حتلاقي ناس يعني كلهم يحبوك. يعني في ناس 6 مليون 7 مليون ينبسطوا معاك في الانجازات لانهم غامروا معاك تعبوا معاك، وفي ناس اكيد يعني اعداء النجاح، اعداء النجاح يبغوك تزعل، بس احنا ما نزعل اللي بدي اللي وعده. لا بس زي ما قلت لكم عادي، هذه الامور مره بسيطه، قاعدين نتعامل مع اليوتيوب. ان شاء الله الفيديو نفسه اللي اتحجب حيرجع زي ما هو، بس يبغى له مساله وقت. ويعطيكم الف عافيه ريبورترز، نحبكم واحد واحد، وايوه ما في شيء يوقفنا في هذه الدنيا. مثل ما تشوفون ما حد يعرف شنو السبب الحذف، ولكن اليوتيوب الصراحه فعلا صاير مقرف وهو غبي جدا. ورغم هذا امبارحه اكو ناس كانوا منزعجين ليش اسو طلعت وحكت على اليوتيوب، لان فعلا اليوتيوب صراحة يخلي الواحد يطلع الطورة. الخبر الثاني اللي عدنا عن جواني، طبعا يعني اكيد مقطع اخبار بدون ما يكون بيه اخبار جواني النارية، يعني ما يسوى مقطع هذه الاخبار. فجواني اعلن عن عودة باب الحارة، بحيث نزل بحسابه بالانستغرام ستوريات تتكلم بيها عن العودة، وقال انه يوم السبت راح يكون اكو مقطع، راح يكون على نفس نظام اغنية مسيطرة او المقطع مسيطرة اللي نزله، راح احط لكم الستوريات. فيديو اليوم عرفت شو هو، فيديو مع يوتيوبر راح يكون مهضوم، عملنا فيه شغله كثير بتجنن، مقلب بشل طلعنا من راسه انا ومريم، مشان هيك عرفتوا شو هو. بس فيديو يوم السبت يا جماعه هلا راح صوره، عشان اجهز لكم يعني يوم السبت. يا لطيف ايش فيه يا لطيف، على لكم باختصار على نمط فيديو مسيطره، واسفين يعني بس الفيديو بيجنن. لا والله عن جد راح يكون معكم، استنوا يوم السبت فيديو اخي. الله 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 يرحمه. وبس والله هذه هي الاخبار اللي كانت عندنا، صراحه كلش متحمس للمقطع جواني. وبس والله اتمنى وقت عجبكم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه، عشان يكون فيديو زي مقالات مملكه القصص، ومع السلامه.